أهلا فيكم، واليوم بدنا نحكي عن الميد باك موبيليتي، يعني كيف بدك تحسن المرونة تبعت منتصف الظهر من هون، خصوصا الناس اللي عندهم كتير لوك بالمنتصف الظهر. وهاي تمارين، يعني التمرين هذا جديد على الكل أتوقع، أنا ما شفت حدا بيعمله غيري، أو ما شفت حدا بيعمله غير أنا والشاب اللي تعلمته منه كمان. فهذا التمرين راح يفتح لكم الميد باك، راح يفتح للمرونة تبعت الميد باك. هلا اللي راح نعمله انه راح نوقف عند حيط، راح توقف بعيد عن الحيط شوي صغيرة، وبعديها راح نعمل بتلف ايدك على الاخر وبتطلع على الحيط. هلا عشان نبدأ بالتمرين، راح نبدأ بالتمرين شوي شوي. فراح نبدأ اول شيء نحط بنلف الايد بهذه الطريقة وبنحطها لورا وبنخليها عالية، وممكن إذا بدك حد يساعدك في التمرين، حد يكون جنبك، إذا في حدا موجود ممكن يحط إيده تحت ظهرك، بس عشان إذا الواحد خاف في أولها. بس أول شيء رح نبدأ بطريقة عالية، بنحط الإيد من فوق، بنلف الرأس، بنطلع لورا، وبعدين بنحط الإيد الثانية وبنلف الظهر زي ما مبين بالفيديو. هلا بعد فترة، أو مش بعد فترة، بعد 3 أو 4 عدات راح تحس حالك إنك بلشت تتحسن، أو راح تحسي إنه الباك فتح شوي. راح نعمل على الاتجاهين، بنروح من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال. هلأ عشان التمرين تحس حالك تحسن فيه بعد فترة، راح نصير ننزل لتحت. هلأ الناس اللي عندهم إذا بلش التمرين هو عم بيعمل على الحيط وعماله بلف وحاسس إنه الظهر عنده كتير مرتاح، راح ننزل لتحت شوي، خطوة لتحت بالإيد، بعدين راح ننزل خطوتين، بعدين راح ننزل 3. وممكن تعمل لما تنزل لمنتصف المسافة بتصير تعمل تمرين اللي هو الضغط، بتصير تضغط تدفش الحيط عنك وترد ترجع، تدفش الحيط عنك وترد ترجع لقدام شوي، راح تصير ترفع حتى شوي رجليك على أصابع القدم لفوق شوي. هلأ شوي شوي راح نضلنا ننزل بهذا التمرين لغاية ما نصير نعمل كأنه عم نعمل إحنا تمرين الجسر اللي هو البريدج، إني أنزل على الأرض. هلأ أنا كالمرونة عندي للميد باك، يعني كنت بعمل تمارين بالكينج من فترة، الباك عندي مشدشد شوي، فلما رجعت أعمل هاي التمارين لسه ما فتح على الآخر إني أنزل للأرض. بس هيني راح أشتغل أنا وياكم على التمرين لغاية ما إنه الواحد ينزل لآخر شيء تحت بيكون مرتاح. هذا راح يفتح لنا زي ما حكينا منتصف الظهر. اعملوا منه جولات وعدات قد ما بدكم، يعني لو بدينا كل يوم نعمل 3 لـ4 جولات من 5 لـ10 تكرارات على كل سايد، ونحاول ننزل لتحت ولفوق. يعني ممكن تعمل جولة 5 تكرارات لليسار، 5 تكرارات من الجهة اليمين، وبعدين نعمل 5 تكرارات نحاول ننزل فيهم مثلا خطوتين لتحت ونرد نرجع خطوتين لفوق، خطوتين لتحت ونرد نرجع خطوتين لفوق. طبعا لما ترجع تطلع بالخطوات لفوق ارجع وقف كامل او وقفي كامل عشان يرجع الدم لفوق، عشان الواحد يرتاح شوي، بعدين بنرد بنعمله.